السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع الصو اللي كان خدام محقق في القسم ديال الجرائم، ويلا توفات ليه امه، خلى العزوم مشى كيجري للكوميساريه حيت قالوا لي صحابو كاين شي تفتيش وكان خاصو يخبي شي فلوس حاطها في البيرو ديالو. وهو في الطريق ديالو خرج ليه واحد خونا على غفله في الشانطي، حاول يهرب عليه ولكن ما قدرش وغادي يدخل فيه. خرج كيجري من الطوموبيل باش يشوفو واش مازال حي، ولكن لقاه مات. تصدم وما عرفش شنو يدير وشنو هاد النهار الكحل اللي خرج ليه. شويه بانوا ليه البوليس جايين وغادي يجر خونا لجنب الطريق وتخبى حتى مشى، وغادي يجرو داه يخبيه في الكوفر ديال طوموبيلته وغادي يمشي حتى يشوف شنو غايدير. كمل في الطريق ديالو وغادي تلاقى مع واحد البراج في الدخل ديال المدينه. وقفوا وبداو كيسولوا فيه وكان باين عليه ستريس. طلبوا ليه الاوراق ديالو وكان ناسيهم، وقال لهم انا راني محقق ومعكم في البوليس، ولكن خوتنا شكوا في هضرته وغادي ينزلوه باش يقلبوا ليه الطوموبيله ديالو. صو غادي نوض معاهم وما خلاهمش يحلوا ليه الكوفر، وما ضربوه غادي يوصل لهم تليفون باش يطلقوه حيتاكدوا منه. صو ملي ناض صبنهم وهز طوموبيلته ومشى. المسؤولين قلبوا البيرو ديال صو ولقاو فلوس محطوطه ودخلوا بالشك فيه. وفاش كان في الطريق ديالو وصلوا ميساج من صاحبه وقال ليه بلي المسؤولين لقاو الفلوس اللي كانت حاطه في البيرو ديالو، وغادي يعرف بلي صبلها معاهم وما كاينش لاش يمشي لتماك. غادي تصوني لي اختو وقالت ليه علاش خليتي العزاء ومشيتي وغادي يرجع للدار. ملي وصل لقاهم وجدوا القبر ديال امه، وغادي وصلوا ميساج من صاحبه وقال ليه بحال والو المسؤولين يقلبوا ليك الكوفر ديال الطوموبيله ديالك. وغادي يفكر سو كيفاش يخرج من هذه الوحله اللي طاح فيها، وبقى كيشوف في البيت اللي فيه القبر ديال امه وطاح عليه واحد البلان في راسه. خرج كيجري جهه الطوموبيل وقرب من الشرجم اللي كيهو البيت اللي فيه القبر ديال امه. حل الشرجم ودخل خونا اللي مات من تماك، وغادي يهودو من الشرجم اللي في البيت وخشاه في القبر مع امه وسد عليه، وغادي يرتاح ملي ما شافو حتى شي واحد. شويه سمع صوت التليفون كيصوني وسط القبر وعرف باللي التليفون ديال خونا اللي مات، وغادي يسمع باللي شي واحد جاي جهه البيت وغادي يخاف سو العيق بيه. شويه غادي يسكت التليفون وداز كلشي على خير. الغد لي سو مشاو هو وختو للمقبره باش يحضروا للدفين. شويه صونا ليه الشاف ديالو وقال ليه رحنا تصرفنا في الفلوس اللي كنتي حاط في البيرو ديالك والامور تقادات. مشى البيرو ديالو ووصلاتو قضيه جديده يحقق فيها، وملي شاف التصويره ديال خونا اللي خاصهم يشدوه عرفوا هو السيد اللي ضربو بطوموبيلته وقتلو. مشى مع صحابو للبلاصه اللي ساكن فيها خونا اللي كيقلبوا عليه، هو وقتها كان عارفو ميت ولكن ما قدرش يقول لهم، وكان باينه ما غاديش يلقاو. صوم شجيت البلاصة اللي ضرب فيها خونا وغادي يلقى واحد البوليسي جاي كيقلب في نفس البلاصة. وملي سولو شنو كدير هنا قال ليه بلي الشاف ديالو بارك سيفتو يحقق في الموت ديال واحد خونا ضرباتو طوموبيل، واللي قتلو خباه في الكوفر ديالو وداه معاه. وقال لهم غادي نقلبوا الكاميرا اللي كاينه في البوطو باش نعرفوا الماتريكيل ديال الطوموبيل اللي ضرباتو، وغادي يسهل علينا باش نجبدو مول الفعله. صوف الشاف الكاميرا تخلع وكان خايف تجبدو، وغادي طلب الشاف ديالو يحقق في هذه الحادثه، ولكن الشاف ديالو قال لي غنكلف واحد اخر. وقتها هكاك صوف ما غاديش يتفاك معاهم، مشى عندهم البيرو فاش كانوا كيجبدوا في التسجيل ديال الكاميرا وبدا كيشوفهم شنو غادي يلقاو، وقدروا يعرفوا النوع ديال الطوموبيل واللون ديالها واول رقم في البلاكه، وغادي يرتاحوا حيت ما عرفوش باللي هو مول الفعله. الغد اللي مشى للبيرو ديالو وغادي توصلوا ابل انكوني، غادي يسولوا على بلاصه خونا اللي ضربوا بالطوموبيل وغادي يهدوا باش يفتحوا قدام البوليس. سو عرف بلي خونا مقابل معاه وقريب ليه، وغادي شك في واحد خونا بعيد عليه وكيدوي في التليفون. ملي تبعو ركب في الطاكسي وهز الطوموبيله ديالو وتبعو، ومع كان الزحام غادي يهود على رجليه وبقى تابعو كيجري، ولكن الطاكسي غادي يهرب عليه. وكان سو مصدوم ومدمر حيت ما عرفش شكون وكيفاش عرف داكشي اللي طرا في الحديثه. تلاقى بصاحبه وقال ليه باللي عرفوا بلاصه خونا اللي كيقلبوا عليه حيت تبعوا التليفون ديالو، وهي نفس البلاصه اللي دفنات فيها امه. سو ملي سمع هاد الهضره شدوا القرد، ولكن غادي يرتاح ملي قالوا ليه عارفين غير المنطقه وما عارفينش بلاصه بالضبط. شويه غادي تجي ابل من عند خونا اللي هدوا في التليفون، فجاوبوا قال ليه جادك جري حيت ما كاينش شي دليل عليا باللي انا اللي ضربته بالطوموبيل، وقال ليه الا بغيتي تبلغ عليا غير سير. وغادي يقطع عليه التليفون وما تسوقش ليه. الغد ليه ملي مشى للبيرو ديالو غادي يدخل عليه واحد خونا ما كيعرفوش، بدا كيضرب فيه وغادي يدخلوا صحابه وفكوهم، وكان سو مصدوم ما فهم والو. شويه قال لهم راه تغلط ليهم واحد النصاب وغادي يطلب منه السماعه، وطلع الشاف ديال سو كيعرفو، وكان حتى هو شاف في الدائره الاخرى وسميتو بارك، وكان هو اللي تدخل في القضيه ديال الفلوس اللي لقاو المسؤولين في البيرو ديال سو. سو غادي يخليهم ومشى للطواليط، وعرف باللي خونا اللي كيهدو وكيصوني ليه طلع بوليسي، وغادي يسولو شنو باغي منه، وقال ليه بارك بغيت غير الجثه ديال خونا اللي ضربتي. سو رفض وبدا منوض معاه، وغادي يحكمو بارك وخشى ليه راسو في الماء، وحيت سو ما قدرش يتنفس غادي يستسلم ليه، وقال ليه طلقني وغادي نوريك البلاصه فين كاين. بارك خلاه وغادي يمشي، غادي هز سو الطوموبيله ديالو ومشى للقبر ديال امه، بدا كيحفر وجبد الجثه ديال خونا وبدا كيقلب ليه في جيوبه، وقال لي يمكن كاينه شي حاجه اللي مخبيها هاد خونا وباغيها بارك منه. ومع كان كيقلب غادي يشوف واحد الضربات ديال القرطاس في صدره، وهذا الشيء كيعني باللي كان ميت قبل ما يضربوا بالطوموبيل وماشي هو اللي قتلو. خدا لي التليفون ديالو ودفنه وغادي يمشي. وصل البلاصه اللي كان عايش فيها خونا اللي مات، وبدا كيقلب على شي دليل يفكوا من هاد الحصله. حط التليفون يتشارجا وغادي يلقى الكارطه ديال البنكه ديالو. شويه شي واحد صونا ليه التليفون ديالو
ومن اللي جاوب قال لي فين غبرتي هاد الايام كامله، ياك ما شدك بارك وغادي يقطع عليه. غادي صيفط صور النمره ديالو لصاحبو باش يعرف المعلومات عليه، وصيفط لي تصورته وفين ساكن. مشى صور العنوان ديالو ومن اللي لقاه هرب ليه وبقى تابعه، وفي الاخر غادي يشدو وغادي يهدو باش يقول ليه شنو باغي بارك من صاحبو اللي كان سميتو ليه. غادي تعرف لي خونا بلي صاحبو لي سرق واحد الساروت ديال الخزنه اللي كان حاط فيها بارك فلوسو فواحد البنكه. غادي يسولو سو شنو كاين في هاد الخزنه، وقال لي خونا بلي هاد الخزنه عامر فلوس ديال الممنوعات اللي كان كيبيع بارك البنادم. وغادي يعرف سو علاش بارك باغي الجوده ديال ليه. مشى كيجري للقبر وغادي يحلو، وغادي يقلب مزيان ولقى الساروت ديال الخزنه اللي باغي بارك. شويه غادي يوصل عنده صاحبو اللي كان معاه في البوليس وكان تابعو، وغادي يشدو حيت حساب ليه يلا قتل شي واحد، ربط ليه يديه وكان غادي بيه الكوميساريه باش يسلمو ليهم. سو عاود ليه البلان كامل وبلي الجوده اللي شاف ديال اللي كيقلبوا عليه، وماشي هو اللي قتلو، وراه شاك في الشاف بارك اللي قتلو حيت كان كيهدد فيه. في نص الطريق غادي يصوني ليه التليفون ديالو، وكان بارك اللي مصوني ليه، وغادي يقول ليه هود من طوموبيل باش ندوي معاك. ما هود من طوموبيل، اتهود واحد الحديده وقتلت صاحب سو. صوت صدم وعاود صونا ليه بارك وبدا كيسب فيه، وقال لي سالات هاد اللعبه وراني غادي نمشي للبوليس ونتعرف ليهم بكلشي. وقال لي بارك انا دابا في الدار ديالك مع بنتك واختك، وغادي نتسناك حتى تجي عندي. سوق سير الطوموبيل ومشى كيجري للدار ديالو باش يعتقهم قبل ما يدير فيهم شي حاجه. دخل الدار ولقى كلشي هو هذاك وما طاري والو، وغادي قرر يتهنى من بارك والصداع ديالو. دار ما يجيب ليه الجثه ديال اللي، وغادي مشى عنده لواحد القنت وهود الجثه ديالو وحطها ليه في الطوموبيل. ومع ركب بارك ومشى غادي تفرقع الطوموبيله ديالو ورقات في الواد، حيت سوق كان حاط ليه قنبوله في الجثه ديال اللي. ملي تاكد باللي ما طلعش غادي يهز طوموبيلته ومشى فحالو. سوق حس بالراحه ملي تهنى من هاد القصه، وغادي يدوي مع بنته الصغيره وكان فرحان. ومع حل الباب باش يخرج غادي يلقى بارك مازال حي وما ماتش وكان مصدوم. بارك شدو وبغى يقتلو، وغادي يبان ليه واحد الفردي محطوط وغادي تقاتلو عليه باش يهزو. ومع القاضي تخلطات غادي تطلق واحد الضربه وجات في بارك وقتلاتو. من وراها سو مشى للكوميساريه وسلم راسو وتعرف لين بكلشي، ولكن الشاف ديالو غادي يستر القضيه حيت الا تعرفات غادي تشوهو البوليس كاملين، وغادي يدخلوا في التحقيق كاملين مع الناس الكبار ديال الدوله. سو غادي يدفع استقاله ديالو ومشى في حالاته، وغادي يبدا يقلب على خدمه جديده بعيده على البوليس. شويه غادي تفكر الساروت ديال الخزنه ديال بارك اللي خداها من عند ليه، وغادي يمشي للبنكه اللي فيها الخزنه ديال بارك وكانت في واحد البلاصه مخبيه. ومع حل الباب ودخل ليها غادي يلقى زباله ديال الفلوس محطوطه في الخزنه. وفي الاخر قدر سو يتهنى من القصه ومن صداع بارك ويولي ملياردير بحال ايلون ماسك. وهكذا سالت القصه ديالنا. بغيت اي واحد شاف الفيديو يخلي لنا جيم وبارطاج. الا كنت انت ولا انت اول مره كتشوفوني هبطوا اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس، وكيف العاده تسنوني في قصه جديده. سلام عليكم.